فرحات في فترة اللي شدت فيها وزير الداخلية ووقع الاعتداء على صحفي اسمه سفيان شورابي اللي قال أنا مش نقدم قضية بحق فرحات الراجحي لأني تعرضت لانتهاكات غير معقولة من قبل عناصر من الأمن، خاطر حب يصور انتهاك عناصر من الأمن لمواطن تونسي وتفكلوا الماتريال بتاعه وتضرب وتعم تكريس الديمقراطية والحريات والحق التشكلي هو حق موكول الأمر لكل مواطن عادي من حقه باش يشكي. فقال انا شخصيا والله ما سمعت قبل مقاربات الامن، الامن نفسه بحكم تكوين النقابات ووعي السياسي ولا يعرف التصرفات. يقول لك المواطن من في اطار الثوره ساعي الى تكريس الديمقراطيه والتمتع بالحريات على حسابي انا كرجل امن، يقول لك انا تو في وضع يحكم علي الدفاع على نفسي. الامن شو يقول لك؟ يقول لك المواطن يريد الحريه لا اضمن له الامن، طريقة عكسية. المواطن الذي يريد الأمن، الأمن يتوفر على حساب جزء من الحرية. ما تحب الحرية مطلقة أنت أنه قد سلوكي سلبي، تسرق تقتل تفيولي تحرق تعمل قاعد سلبي، نعمل تقرير كل رفض واحد حرقك تحب توقفه أعطيني نيابة عمومية إذا أنت موقف. الأمن تحبه يتوفر يجب نظرك بونية ومكركرك ونظرك مجانس كل واحد، لانه علاش يقول لك المواطن التونسي يجب يستعمل معاه الوسائل اللي تمس من حرمته البدنيه باش نوفروا الامن. خاطر الامن اللي يحبه المواطن التونسي توا نتاع الامن الرجل السويدي مش الرجل التونسي، الرجل التونسي يقول لك يجب يستعمل معاه قوه. الجديد تربيه والقديم تصلح والجديد تكون حس مقاربات دوليه كيما معمول به في الغرب. وناتونا شنو نعمل؟ نربوا ايدينا يلفو ترافاي افيك لا بوليس اكتويال. Pour que la quiétude et la confiance se consolident et que règne un climat propice au débat démocratique et au démarrage économique. Et le police était malheureusement, je ne suis pas souligné que le police, madame, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Le police a un slèche. في الوقت اللي زيمات تاكل بعضها تدخل بعضها مش تحبوا يعملوا استعمال السلاح. وجاو جماعه من امنيين من الخارج وكذا قال ما فو دوفي يوتيليزي لو بالون كاوتشو، ما عندناش بالون كاوتشو. السلاح هذا اللي جاو قاعده الجيش فقط لحمايه الحدود، والبوليس الوطني ماناش في حاجه للسلاح ناري في وقت المظاهرات. نعمل بالون كاوتشو عندهم افيك ما تقتلش ويستعمل كان عنده ضروره زي. انا قلت خذ 20,000 بوليس الغنوش في سيبيزي خالد السبس بالطريقه هذيك قلت لهم نقصوا من الناس المعتصمين في القصبه ناخذ خدمتهم البوليس باكم من فوق راه ضباط وكذا ناخذهم باك بلوس كات من حامي شهاده العلم ونحسوا وضع المادي تاع البوليس باش يولي كعبال مرغوب فيه بنات وناخذ جانب كبير بنات خاطر باش تاع البنات زاد يخلوهم بال 10,000 بوليس ناخذ 4,000 طفل ويوفر يا مزيد تعب تزيد وانا بوليسي هكا في نفس الوقت في فما دي بسيكولوج علموهم دي سيسيولوج وكذا يولي راه يخرب البوليس. ثم فئة كبيرة من الشعب التونسي تنادي بالنظام البرلماني، حسب رأيك شنو النظام الأنسب للجمهورية التونسية، برلماني أو شبه رئاسي أو رئاسي؟ أنا من أنصار النظام البرلماني أفضل. علاش؟ البرلماني ثم حتى ثورة وقعت في النظام البرلماني. علاش؟ هي علاش ثورة مين تقع؟ تقع من الاستبداد. الاستبداد من يجي؟ أغلب في النظام الرئاسية لأن جميع القرارات اللي تعني الدولة أنا قرارات كبيرة أو صغيرة ديما رئيس الدولة. كي تعطي السلطة البرلمان هو السلطة والحكم من الأول تكرس على الشعب، الشعب باش يمارسوا من خلال البرلمان. دونك القرار جماعي. القرار جماعي ديما فيه برشا حوار. يخلي القرار اللي يصدر ديما فيه نضج وما يخليش السداد، القرار اللي يصدر شكون صدره؟ كل واحد يقول خطيه. دونك المجموعة. البرلمان هو عائق دون الوصول إلى السداد بالسلطة. تبقى تقول لي هو نظام برلماني جوع الى لمجتمعات مثقفه وعندها مستوى معناها حد ادنى ما يلزمش ينزل تحته باش يكون البرلمان. نقول لك احنا في البرلمان باي طريقه حتى وان كان المجتمع التونسي غير مؤهل للعمل بنظام برلماني وفيوري مزير ما هي الا تجربه ونتمنى باش يكتب النجاح. واذا كان مكتبش معناها مهما يكون ما هي الا بدايه تتطور وفيوريا مزير وتولي في المستمع. وإذا كان ما نجحش ربما يقع التفكير في نظام آخر. أما أنا اعتقادي جازم
وأن النظام البرلماني نظام برلماني هو النظام العادل، نظام اللي عنده مصداقية والنظام اللي فيه شرعية، هو أحسن مثل للديمقراطية. يعطيك الصحة وشكرا على رحابة الصدر.